हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله وسلام على المرسلين والحمد لله رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل بما أنزل بما
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا وسواء عليهم أأنذرتهم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
صدق الله العظيم.